حشود جماهيرية كبيرة أغلقت شوارع عدة في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للتنديد بقوانين الهجرة وطرق معاملة السلطات للاجئين الذين دخلوا بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة. يجب السماح للمهاجرين واللاجئين بدخول البلاد وفحص حالتهم. هنا أغنى دولة في العالم وهناك إمكانية لفعل ذلك، ونحن هنا لمساندة كل هؤلاء الناس. اصطحب العديد من المتظاهرين أطفالهم إلى التظاهرة في إشارة رمزية إلى قضية فصل الأطفال عن والديهم عند الحدود واحتجازهم في مراكز منفردة. السبب الذي اصطحبت من أجله أطفالي هو ضرورة أن يدركوا موقفنا الأخلاقي المعارض للمعاملة غير الإنسانية لأطفال اللاجئين والمهاجرين على الحدود. شاركت العديد من المنظمات الحقوقية المختصة بمختلف المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، منها منظمات عربية مختلفة. أنا هنا باش نتضامن مع الشعب المكسيكي اللي هو بحال الشعب السوري اللي تهم كيهاجروا كيقلبوا على الأمان، وحنا خصنا نكونوا في تضامن كشعب عربي مع أخواتنا كاملين في العالم كامل. ومن جانب آخر، أكدت وزيرة الأمن القومي الأمريكي كريستين نيلسون أن الإجراء الحالي بفصل الأطفال عن كبار العمر على الحدود يطمح لحماية الأطفال من الاستغلال الذي يحصل، حيث يصطحب بعض المهذبين الأطفال معه للتغطية وتعزيز فرص عبوره للحدود الأمريكية تحت دواعٍ إنسانية. يحاول المتظاهرون إيصال رسالة إلى الحكومة الأمريكية تحمل مطالبهم الخاصة بقوانين الهجرة ومعاملة اللاجئين والمهاجرين الغير شرعيين على الحدود الأمريكية. من داونتاون لوس أنجلوس، ستيفن نبيل، الحرة.